مالك شديدة على هذا الفوز على بركة الله وتوفيقه. مشاهدينا ومتابعينا الكرام عشاق الأصايل محبي هذه الرياضة العربية الأصيلة، ينطلق أيضا شوط جديد، الشوط الرئيسي للجعدان الفطايم. 1500 متر هي المسافة مباشرة إلى الصدارة الأولى، مباشرة إلى المركز الأول. مشكور محسن بن سالم بن عقيدان الوهيبي يتقدم في المركز الأول ويقدم مشكور، بينما المركز الثاني مسكت لسالم بن عبيد بن محمد وعقر المزروعي المركز الثالث من القادم. هناك الشبابي محمد بن حميد بن مطر المنصوري، وصل الشبابي على ثالث المراكز. هذه النتيجة، ولكن بن عقيدان يقدم محسن بن سالم بن عقيدان الوهيبي، هذا اسم مشكور على المركز الأول، وانت مشكور باسم الجمهور يا بن عقيدان على المركز الأول والصدارة الأولى. محسن بن سالم بن عقيدان الوهيبي العصف الأبطان، الأداة تلقائي، الانطلاق مميز على مقدمة هذا الشوط وعلى هذا الأداء الممتاز. ما شاء الله، أهالي أيضا بدية يقدمون هذه الانطلاقة القوية، بينما المركز الثاني يمسكت سالم بن عبيد بن محمد أبو عقر المزروعي يتقدم. وصل ايضا بوظبي، وصل في هذه اللحظات علي بن سالم الربيعي المنصوري يتقدم على المركز الثالث. المركز الرابع راهيل علي بن سلطان بن عواد النعيمي، ولكن اعود الى مشكور باسم الجمهور يا الوهيبي. محسن بن سالم بن عقيدان الوهيبي يتقدم يا محسن، وانت في الموقع الذي ينال الاستحسان الكبير. تهانينا والناموس ولحظات الوصول بالانفراد القوي، تهانينا على هذا الأداء الكبير، وتهانينا أيضا لمعلقنا القدير هناك سعيد بن عقيدان بفوز مشكور بالمركز الأول. المركز الثاني وصل فيه راهي علي بن سلطان بن عواد النعيمي. المركز الثالث من وصل في ثالث المراكز، هناك كان مسكت لسالم بن عبيد بن محمد وعقر المزروعي. تهانينا والناموس، دقيقتين 14 ثانية توقيتنا الزمني.